اليوم نعرض لكم نموذج جديد من الأكواخ الخشبية في منتجع هالي. هذا أكواخ مخصص لأربعة أشخاص. سبق وأن صورنا لكم النماذج الأخرى من الأكواخ الأسطوانية، وأكو نوع آخر اللي فيلا عبارة عن طابقين مكون من أربعة غرف ويسع لعائلة كبيرة مكون من ثمانية أشخاص. سننتقل الكاميرا إلى داخل الكوخ ونصور لكم الكوخ من الداخل لتتعرف عليه بشكل أفضل. هذا الكوخ الذي أمامنا. هذا كوخ نوع آخر سبق وأن صورنا لكم إياه. هذه الأكواخ الأسطوانية الشكل، وهناك أمامنا كوخ مكون من طابقان. أيضا لدينا فيديو صورنا داخل الكوخ. اليوم سنصور لكم هذا الكوخ الصغير المخصص لأربعة أشخاص. كوخ جميل وبسيط بمنتجع هاليزور في تاتيف.